أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد أن الحرب اليوم هي بين الوسطية والتطرف، وأننا في مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اخترنا الوسطية منهجا لن نحيد عنها. وأضاف سموه أن اتخاذ أي موقف أو سياسات داعمة للجماعات الإرهابية والمتطرفة هو سلوك مرفوض ضمن الصف الخليجي الواحد، وأن البحرين تقف إلى جوار الحق وأسهمت بدورها الفاعل والمتمثل في دحر التطرف والإرهاب فكرا وتمويلا. مؤكدا سموه أن قيم الوسطية والاعتدال قيم أصيلة تسهم في بناء حياة الأمة وحصن من حصونها في مواجهة التطرف ونتائجه الخطرة على الأوطان وسلامة الآمنين فيها، موضحا سموه أن تسييس الدين والتطرف هو أمر ترفضه المجتمعات التي تتطلع نحو التنمية والبناء، وأن في مملكة البحرين عملنا على حماية مجتمعنا من أي تأثيرات خارجية باختيار البناء بدل الهدم والتعايش بدل الانتقام والوسطية بدل التطرف. جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه الله يرافقه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة إلى مجالس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى والشيخ عبد الحسين بن خلف العصفور والسيد فيصل جواد، حيث أشاد سموه بترابط وتماسك المجتمع البحريني الذي ينعكس جليا في مثل هذه المجالس الطيبة التي تبرز المحبة والتواصل بين أفراد المجتمع بعاداتنا وقيمنا البحرينية الأصيلة. وخلال زيارته للمجالس نوه سموه إلى نمو القطاع غير النفطي الذي وصل خلال العام الماضي إلى 3.7%، مشيرا سموه إلى ما تم تبنيه من سياسات وتشريعات ومبادرات تعمل من أجل المزيد من النمو في صالح المواطنين وإيجاد سياسات تعنى باستدامة الموارد المالية. من جانبهم أعرب أصحاب ورواد المجالس عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد على زيارته لهم وحرصه على لقاء رواد المجالس الرمضانية من أبناء البحرين، مشيدين بنظرة سموه المستقبلية لمواصلة التطوير الشامل للمملكة والتي يأتي رفد التنمية الاقتصادية كأحد أهم مجالاتها.